وحاجة عمر بن سعد. ما هي حاجة عمر بن سعد؟ ملك الري، أو ملك الري قرة عيني. فيقتل الحسين عليه السلام من أجل هذا الطمع العجيب الغريب الذي شنو يقولون أن الله خالق جنة ونار وتعذيب وغل يديه. يحتمل أنه صحيح، يحتمل أنه باطل. الرجل غير مسلم يشك في الإسلام وفي يوم القيامة، ولولا أنه يشك في الإسلام ويوم القيامة ما فعل أفعاله الشنيعة. يا خيل الله اركبي ودوسي جسد الحسين. لا، خيل الشيطان حبيبي وليس خيل الله. لو كان خيل الله لقبلت جسد الحسين، اولا خشعت على جسد الحسين سلام الله عليه. حبيبي لو كان هناك جسد حيوان لما كان من الإنسانية ان يوطع الخيل وان تدوس عليه الخيل والارجل، فضلا عن انسان، فضلا عن امام مفترض الطاعة. جريمة نكراء لا مثيل لها في البشرية، مع ذلك وقام بها عن طواعية وفكر بها محيا. يزيد عبيد بن زياد ما يدرون بها، هو المسؤول فقط عنها. يا خيل الله تشجيعا لهم من باب شيء من المحيدي وخذ عباته، وإلا هم يعلمون. وأنا قلت قبل شوية أنهم يعلمون أن الحق مع الحسين عليه السلام، حتى أنهم يعتقدون أن الرؤوس لا تمتن. معنى ذلك أن طرف الحسين ومعسكر الحسين هو المحق، وهم يدرون بذلك. مع ذلك يقول لهم شنو؟ يا خير الله اركبي وابشري بالجنة. وتوجد في الله حبه.